عبر الخط مباشرة الخبير القانوني فادي شديد. أهلا وسهلا بك سيد فادي. أسعد الله صباحكم بكل خير. يعني بداية أستاذ فادي، ما هي التبعات القانونية للقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار، والذي أيضا اعتبرته بأن الأراضي وأن الاحتلال يقوم بالسيطرة على الأراضي وهذا غير قانوني؟ يعني هذا الأمر ليس بعيدا عن محكمة العدل الدولية بقراراتها المتعددة منذ عام 2004، ومن ثم تولت القرارات أثناء العدوان على قطاع غزة. وجدنا بأن هناك الكثير من القرارات التي تحدثت على وقف إطلاق النار، ومن ثم أيضا قرارات تمهيدية مرتبطة في هذا الشأن بضرورة الوقف الفوري، ومن ثم في قرارها الأخير عندما تحدثت على أن أراضي 1967 هي أراضي محتلة واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذه الحالة هي عبارة عن قرارات تؤكد وتعزز بأن هناك سلطة احتلال، وبأن وجود الاحتلال هو وجود غير شرعي. ومن ثم حثت الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن ثم أيضا جهات أخرى ذات طابع دولي، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ومن ثم التحرك والقيام بمسؤولياتها لتنفيذ هذا الأمر. صحيح أن قرارات محكمة العدل الدولية تمتاز بأنها قرارات استشارية في بعضها، على الرغم أنه كل ما يرتبط في موضوع جريمة الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا القرارات الصادرة عنها ذات طابع إلزامي، ولكن فيما يرتبط في قرارها الأخير في الجانب مدى مشروعية وجود الاحتلال هو ذات طابع استشاري. ولكن هذه القرارات سوف يتم عملية التعويل عليها، لأنه هي يعني تعتبر اللبنة الأساسية التي يبنى عليها أيضا في التحرك الأممي أو حتى في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. نعم، يعني أيضا هنالك أشخاص كثيرون يتحدثون عن ما هي جودة قرار محكمة العدل الدولية كونها لم تقف بشكل حصري الإطلاق النار. يعني ما برأيك، ما هذا، كيف تصفه قانونيا؟ يعني المحكمة حتى في قرارها الأول قبل فترة، عندما طرحت في وقف التدابير الوقائية وتدابير الاحترازية، كان قرارها نوعا ما فيه نوع من الضبابية، على الرغم أنه مقاصد الاتفاقية منع الإبادة جاءت واضحة، متفق القرار متفق مع طبيعة الاتفاقية والألفاظ التي تستخدم. ولكن حصل بعض التأويلات من قبل الكثير من الأشخاص، حتى إسرائيل ادعت بأن هذا القرار لم يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وبالنتيجة كان هناك الكثير من الآراء. ولكن في قرارها الثاني الذي صدر جاء بشكل واضح حتى يرفع أي لبس في هذا الشأن، وكان قرار ذات طابع ملزم، جاء بالوقف الفوري لإطلاق النار بطريقة معينة واضحة لا يثير أي ضبابية في هذا الشأن. فلهذا السبب الإشكالية أين؟ الإشكالية في عملية تنفيذ القرار وفي إلزامية تنفيذ القرار. عندما تحدثنا على الحرب الروسية الأوكرانية كان هناك قرار واضح، ومن ثم شاهدنا الأمم المتحدة ومن ثم أيضا مجلس الأمن يسعى إلى تنفيذ هذا القرار بالعزم والقوة. لكن كلما يتعلق الأمر في الأراضي الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية نجد هناك التقاعس، وبل على العكس هناك عرقلي في تنفيذ مثل هذه القرارات. نعم، يعني برأيك وحسب خبرتك القانونية، كيف تتعامل القوانين الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟ يعني مع كل أسف يلاحظ بأننا نكيل بمكيالين. هذا هو الأساس الذي نشاهده، نشاهد بأن هناك ما يسمى سياسة، أن السياسة تطغو على القانون في كثير من الأحيان، وهذا بما يتعلق بالتحديد في القضية الفلسطينية بدرجة أساسية. يعني إذا تحدثنا على بعض من الأمور الأخرى أو بعض من الإشكاليات الدولية والنزاع الدولي، نجد بأن هناك سعي دائما وهناك تكاثر دولي لتنفيذ هذه القرارات، ولكن مع كل أسف تطغو السياسة بطريقة أو بأخرى فيما يرتبط في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. نعم، أيضا ما هي الخطوات القانونية التي يمكن للفلسطينيين اتخاذها للحصول على الاعتراف الكامل بحقوقهم؟
يعني ما يلاحظ بأن هناك جهود مكثفة من الدولة الفلسطينية، وبالإضافة إلى ذلك من كثير من المنظمات الناشطة في الأراضي الفلسطينية باتجاه القضية الفلسطينية، بدليل أن هناك ترجمة فعلية للكثير من القضايا. يعني حجم القضايا المطروحة أمام المحافل الدولية كل باب يطرق فيه، أي بمعنى هناك قضايا تطرح ومن ثم أيضا قضايا متعددة على مختلف الأصعدة، سواء على المحاكم الوطنية ذات الطابع الدولي اللي هي في داخل الدول التي تجيز إمكانية محاكمة مجرمي الحرب أو الأشخاص الذين ارتكبوا العديد من الجرائم، بالإضافة إلى ذلك على المستوى العالي في المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت قرارات في عملية اعتقال نتنياهو، قرارات مؤقتة ومن ثم أيضا جلبه للتحقيق، بالإضافة إلى ذلك على المحكمة العدل الدولية. هناك الكثير من الحراك في موضوع الدعاوى المتعددة في هذا الشأن. على الرغم من هذا الحراك، فأنا باعتقادي هذا الحراك سوف يثمر وسوف يكون هناك نتيجة وسوف يكون هناك ما يؤكل ثماره لاحقا. نعم هناك نوع من البطء في تنفيذ مثل هذه القرارات، وهذا طبيعي جدا عندما تضغط السياسة في كثير من الأحيان على القانون، وخصوصا عندما تتعمد الدول، خصوصا من الدول النافذة في عملية التقاعس في تنفيذ قرارات هذه المحكمة، بل تهاجم المحكمة في كثير من الأحيان، وهذا ما شاهدناه من الولايات المتحدة الأمريكية عندما هاجمت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى قول في بعض من التصريحات السياسيين بأننا لا نعترف في المحكمة على الرغم أنها كانت سباقة في إنشاء هذه المحكمة. فلهذا السبب كيف لا تعترف وهي أعلى سلطة قضائية موجودة على مستوى الدول؟ فإذا ما هي قيمة هذه المحكمة وما هو دور وجودها إذا لا نعترف فيها في هذه الحالة؟ ولكن هي المسألة هي دائما تجير على أساس أنها مسألة ذات طابع سياسي ليس أكثر، وليس ذات طابع قانوني. لكن هذا الأمر لا يدعونا إلى حالة من حالات اليأس أو حالة من حالات القول بأنه لا يوجد هناك حالة من حالات التنفيذ، بل بالعكس تسجيل هذه القرارات الأممية التي تحفظ في الذاكرة وفي التاريخ، ومن ثم سوف يأتي زمان ويتم عملية تنفيذ هذه القرارات، لأنه الشعب صاحب حق، وهذه قضية هي قضية يعني قضية عادلة، فيتم عملية تنفيذ قراراتها. السياسات تتغير، سياسات الدول تتغير، العالم بأسره يتغير، توازن القوى في نوع من متغير، حالة الطغيان التي كانت سائدة بدأت تتغير، الفكر باتجاه حتى باتجاه الشعوب وباتجاه الغرب في اتجاه القضية الفلسطينية، وما شاهدناه من طلبة الجامعات ومن الشوارع العامي، هناك تغير جوهري في قضية وفي فهم القضية وفهم الصراع الدائر منذ سنوات. نعم، أيضا أود معرفة هل بإمكان أن تكون هنالك إجراءات تتخذها المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإنسانية تدعم من هذا القرار أم لا؟ طبعا يعني كل الجهات حتى بما فيها المنظمات هي تستفيد من هذا الأمر، لأنه هو عبارة عن ركيزة يتم التعويل عليه. هذه الركيزة اللي احنا بنتحدث عنها هي يبنى عليها بأن هناك قرار صادر من أعلى محكمة تنظر في النزاعات ما بين الدول، لتقر بأن تواجد الاحتلال على أراضي عام 1967 هو تواجد غير شرعي. فمن هذا المنطلق ننطلق، كما هو حال جدار الفصل العنصري في عام 2004 عندما جاء قرار المحكمة بالقول بأن جدار الفصل العنصري هو عبارة عن جدار وجوده وتشييده وبناؤه جاء مخالف للأصول القانونية، فبني عليه الكثير من الأمور والكثير من الاعتبارات. لهذا ما نشاهده من توسع استيطاني، هناك هذا التوسع الاستيطاني قائم على إيش؟ على وجود غير شرعي. إذن الوجود من حيث الأصل هو أصل غير شرعي، وبالنتيجة حتى طال الزمن في هذه الحالة كل التواجد، حتى إن كان هناك نوع من التشييد العمراني أو ما يسمى بعملية التوسع، يكون في مآله الزوال بإذن الله. نعم، الخبير القانوني دكتور فادي شديد جزل، شكرا جزيلا لك. أسعد الله صباحكم كل خير.